دكتور حسن الجنابي سفير العراق في منظمات الأمم المتحدة في روما، تشتغل حاليا على مشروع آخر، على برنامج انتمى إليه عدد كبير من الأقلام ومن الأصوات الثقافية والعلمية في المجتمع العراقي. هل لك أن توضح لنا هذا المشروع وأبعاده؟ نعم، شكرا جزيلا. هذا المشروع ليس له علاقة بالوظيفتي الحالية باعتباري سفيرا للعراق لدى هذه المنظمة، وإنما هو مساهمة في عملية النقاش الجارية داخل مجتمعنا لمواجهة جملة من التحديات، وبضمنها تحدي التصحر الذي يرتبط أيضا بقضية الفقر في العراق. الفقر يأتي من التصحر، يأتي من القضاء على الحياة البيولوجية والتنوع الأحيائي، يأتي من عدم قدرة المواطنين والعوائل والمزارعين على إنتاج ما يكفيهم من الغذاء، من عدم قدرة المواطنين غير المزارعين على الصرف وشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية ومن مستلزمات الحياة الحرة الكريمة. هذا البطالة الأمية، الحروب، هناك عشرات مئات آلاف المعوقين والأرامل والأطفال، والأمية بعد أن كانت صفراً أصبحت متفشية في العراق بحدود 30% في إحصائيات معينة قبل سنوات. فأنا مع مجموعة من الخبراء والمهنيين والفنيين والأكاديميين والكتاب بادرنا لإطلاق مشروع وطني لمكافحة التصحر، بمعنى إيقاف الزحف الصحراوي على حافة الصحراء العراقية، الهضبة الغربية، يعني الجهة الغربية من محافظات العراق الغربية، قبل أن تأكل خصوبة وادي الرافدين بكاملها. نحن التصحر حقيقة دخل إلى المدن ودخل إلى المزارع ودخلت الصحراء في كل مرافق الحياة، وأصبح هناك أكثر من نصف السنة عواصف غبارية وتراب، وأيضا قلت إنتاجية وغلت الأرض. أنا أعتقد أنه بتنفيذ مشروع الخط الوطني الأخضر أو الحزام الوطني الأخضر الذي يكون من شمال العراق إلى أقصى جنوبه، مرتبطا بالمسطحات المائية والأهوار وبأعماق مختلفة بعرض مختلف بحوالي 3 إلى 5 كيلومتر مربع، سيكون قادرا ليس فقط على إيقاف الزحف الصحراوي، وإنما يكون قادرا على توليد مناصب عمل لعشرات الآلاف من الشباب. سوف يؤدي إلى تعزيز العمل البحثي في مراكز البحوث والجامعات في العراق. سوف يؤدي إلى توليد والتوسع في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. سوف يؤدي إلى التوسع كثيرا أيضا في تكنولوجيا تحلية المياه المالحة. لدينا مياه مالحة كثيرة سواء كانت جوفية أو في بحيرة الرزازة أو في بحيرة ساوة، وهي موارد مائية كبيرة جدا. علينا أن نكون قادرين على استغلال هذه المياه بالنباتات المناسبة وعمل هذا الحزام الوطني الأخضر، ثم إدخال أحزمة ترتبط به ولكنها ثانوية حول المدن الرئيسية. أنا أعتقد هذا مشروع به رؤية كبيرة جدا، لا بد له. إذا أردنا للعراق، إذا أردنا أن يكون للعراق مستقبلا فعلا، لا بد من إنجازه خلال فترة قصيرة. أنا أتوقع أنه يحتاج إلى موارد مالية كبيرة متاحة للعراق، ولكنه أيضا يحتاج إلى إرادة سياسية صلبة وإلى انخراط أيضا الفنيين العراقيين بالدفاع عن بلدهم إزاء هذا الوحش الصحراوي المتقدم، وإلى دعم إعلامي أيضا. نحن نعتقد أن هذه الحملة مهمة، وسنتواصل معك بالتأكيد لتغطية تفاصيلها وإيصال معلوماتها إلى المواطن العراقي وإلى المختصين أيضا. هناك حبيبة تجمعني وإياك أسألك دائما عنها عندما نلتقي أو في أي حوار نجري، وهي الأهوار. ما هي حال الأهوار اليوم؟ أنا الآن لست في وضع الإجابة الدقيقة عمليا، لأنني لم أزور الأهوار منذ حوالي أكثر من سنة أو سنتين، ولكني أتابع الوضع. الأهوار العراقية هي جزء من الخصائص العراقية التي تتعرض إلى ضغوط كبيرة. هذه الضغوط تأتي من استخدامنا لهذه الأهوار، هو استخدام جائر أيضا بسبب ظروف الفقر وربما انعدام أو قلة الثقافة البيئية. ثانيا، من أيضا
الشحة التي حصلت خلال العقود الأخيرة في المياه والتغيير في نوعية هذه المياه. لذلك هناك تحول خطير حقيقة من بيئة الأهوار العذبة إلى بيئة الأهوار المالحة في الكثير من مناطق الأهوار. أنا طبعا مع هذا التوجه، لو كان بالإمكان إيقافه فأنا أول من يكون في مقدمة من يحاول إيقاف هذا، ولكن بما أنه انعدمت تكاد تكون منعدمة موارد المياه العذبة ولدينا مياه مالحة ومياه مبازل، فلا بد من إعادة تدوير هذه المياه ولا بد من إبقاء المسطحات المائية حتى لو كانت نوعية المياه بعضها رديء، لأن للعين المجردة غير الخبيرة ليس من السهولة التعرف على الفرق بين الأهوار المالحة وأهوار المياه العذبة، بمعنى الطيور والأسماك والمقاصب ومشاكل ذلك ستكون متقاربة جدا. والمياه بكل الأحوال سواء كانت مالحة أم غيرها أفضل بكثير من الصحراء القاحلة التي لا تعيش عليها حتى البكتيريا. لا يوجد لدينا سبيل آخر غير تحلية المياه المالحة أستاذ عرفان. أنا لا أريد أن أقول أنا متشائم، ولكن أنت ترى الواقع، ما تراه الآن في دجلة وفي الفرات وفي شط العرب وفي أي نهر أو ساقية أو جدول عراقي ستجد نوعية مياه مختلفة للأسف الشديد. يعني هناك الكثير من التلوث نتيجة الحروب، نتيجة للفوضى التي رافقت هذه 30 سنة. فالتحلية على الأقل، التأكد من سلامة مياه الشرب للمواطنين، أنا لا أعتقد في كثير من مناطق العراق أن الطريقة التقليدية بمعالجة مياه الشرب ستكفي، خاصة في البصرة والناصرية ومدن الجنوب الأخرى. لابد من التحلية قريبا. لو كان الأمر بيدي لأقمت مشاريع لتحلية مياه الشرب في بغداد الآن لكي ندخل في مرحلة العطش. إذن لمحطات التحلية في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى. شكرا جزيلا دكتور حسين الجلالي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.